أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعزائي الطلبة، حياكم الله تعالى طلبة الصف السادس الأساسي من مجمع المدارس الفلسطينية في الدوحة في قطر، في مادة التربية الإسلامية الفصل الدراسي الأول وقسم التربية الإسلامية ووحدة الحديث الشريف، ومع الدرس العاشر بأداء الأستاذ سامح شريدي. حياكم الله تعالى وأهلا بكم في درسنا بعنوان رعاية الأيتام. وللتنويه، درس رعاية الأيتام هو عبارة عن حديث شريف بحاجة إلى حفظ وشرح. رعاية اليتيم، سنسير وإياكم أعزائي الطلاب من خلال الأهداف التالية: قراءة الحديث الشريف وحفظه، معنى كل من الرعاية واليتيم، شرح الحديث والأحكام المستفادة، ذكر صور رعاية اليتيم، ثم ما يرشد إليه الحديث الشريف. أعزائي، الحديث في نصه يقول عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار بالسبابة والوسطى، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرق بينهما قليلا. رعاية الأيتام، وهذا الحديث نستشعر من خلال هذه الصور أيضا قيمة اليتيم عندما يكون مقطوعا عن أمه وأبيه، ليس له معين، مما يجد في نفوسنا الحزن والهم. فالله عز وجل عندما قال: فأما اليتيم فلا تقهر، ما قال ذلك إلا لينبهنا إلى أمور كثيرة، أن نشعر به وأن نعطف عليه وأن نتصدق عليه ونرعاه، أن نجعله يعيش بيننا كأنه يعني نفر وفرد منا لا ينقصه شيء. تعالوا بنا إلى أن نتعرف إلى راوي الحديث. وراوي الحديث هو سهل ابن سعد ابن مالك رضي الله عنهما. كان أبوه من الصحابة الذين توفوا أي ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر من مات في المدينة، أي سهل آخر من مات في المدينة المنورة من الصحابة. ونأتي وإياكم أعزائي الطلبة إلى تفسير معاني مفردات الحديث. الكافل، ويعني أو نعني بالكافل أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالكافل القائم بأمر اليتيم والمربي له. أما اليتيم فهو الصغير فاقد الأب قبل البلوغ، فإذا فقد الإنسان أباه بعد بلوغه فهذا لا يسمى باليتيم، لا يسمى باليتيم، وإنما اليتيم هو فاقد الأب قبل البلوغ. السبابة هي الإصبع
التي بين الإبهام والوسطى، هذه تسمى سبابة، والتي نستخدمها عند التشهد للصلاة ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونحركها. فرق بينهما أي باعد بينهما شيئا قليلا، باعد بينهما بشيء قليل ويسير. تعال عزيز الطالب لنتذكر سوية، كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أبوه؟ كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أبوه؟ هل من مجيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أبوه عبد الله كان لا زال في رحم أمه، لم يولد بعد. طيب، من كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة والده وجده عبد المطلب؟ كافل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات أبوه وماتت أمه ومات جده، كفله عمه أبو طالب. ما معنى كفالة اليتيم؟ ماذا نعني بكفالة اليتيم؟ كفالة اليتيم تعني هي القيام بما يصلح اليتيم في دينه ودنياه، يعني بما يصلح القيام أي فعل ما يصلح ويقوم حياة اليتيم في الدين من أجل دينه وعلمه وحتى يلتزم بدين الإسلام، ودنياه أيضا يعني نعتني به في الدنيا ليفوز في الآخرة وإياه بإذن الله تعالى. أحبائي، لليتيم وكفالة اليتيم صور، يعني كيف نكفل اليتيم؟ هناك ثلاثة صور لكفالة اليتيم. أما الصورة الأولى فهي ضم اليتيم إلى أسرة كافلة بحيث ينفق عليه الكافل من ماله الخاص ويقوم على تربيته حتى يصل إلى سن البلوغ. إذن ضم اليتيم إلى أسرة الكافل وينفق عليه الكافل من ماله الخاص، يعني من مال الكافل وليس مال اليتيم. طيب يا أستاذ، ممكن اليتيم يكون عنده مال؟ طبعا ممكن أن اليتيم لديه مال كثير ولكن لا يستطيع التصرف به لأنه صغير ولا يستطيع أن يتصرف بماله، فيكون هناك الكافل. لكن أعلى درجات الكفالة أن نضم اليتيم إلى أسرتنا، نكفله وننفق عليه من أموالنا الخاصة وليس من مال اليتيم، هذه أعلى درجات الكفالة. الصورة الثانية وهي الإنفاق على اليتيم مع عدم ضمه إلى الكافل، حيث يدفع لمؤسسة خيرية كما هو الآن موجود في مجتمعاتنا، يدفع لمؤسسة خيرية أو يعيش مثلا اليتيم مع أمه ونحن ننفق عليه، نخصص له مبلغ، إذا كان مع أمي مثلا نخصص مثلا 1000 ريال شهريا، أو نعطي المؤسسة الخيرية مبالغ شهرية منتظمة بحيث يقومون على رعاية هذا اليتيم، على رعاية هذا اليتيم حتى يكبر ويستطيع أن يخدم نفسه من مال وقوام. نعم. الصورة الثالثة لرعاية اليتيم وهي رعاية اليتيم والإنفاق عليه من ماله الخاص به والاعتناء به بماله، يعني إنه نحن نضم اليتيم إلى عائلتنا وعند هذا اليتيم له مال خاص فننفق عليه من ماله، أي من مال اليتيم ونعتني به من ماله.
وهذه آخر درجة وآخر صورة من صور رعاية اليتيم. الكافل يكون ليس لديه مال ينفقها اليتيم، لذلك اضطر أن يتعامل وينفق على اليتيم من مال اليتيم نفسه، ولا يجوز للكافر أن ينفق على أهله وعياله ونفسه من مال اليتيم، لا يأخذ من مال اليتيم شيء إلا إذا كان مضطرا فينفق باعتدال يسير، باعتدال بسيط. طيب ننتقل وإياكم أحبائي وأعزائي الطلاب والطالبات، ما هو واجبنا نحو الأيتام كأفراد ومجتمع؟ واجبنا نحو الأيتام كالآتي: غمرهم بالمحبة وحسن المعاملة وتجنب القسوة، نحبهم ونحسن إليهم في المعاملة ولا نقص عليهم بكلام أو بفعل. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. ثانيا: الحفاظ على كرامتهم ومشاعرهم وعدم الاعتداء عليهم، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. فقد جعل الله عز وجل رد اليتيم ودعو اليتيم يعني صورته وعدم الاعتناء بمشاعر اليتيم والاعتداء عليه وعلى كرامته، جعله كمن يكذب بيوم الدين أي بيوم القيامة. انظر إلى شأن اليتيم كم هو عظيم. أيضا من واجبنا نحو الأيتام كأفراد ومجتمع المحافظة على أموالهم باستثمارها والاتجار بها وعدم الاعتداء عليها. يعني لاحظ، ممكن يقول لك لا نستثمر إحنا أموال اليتيم ممكن نخسر فيها، نحن نقول لازم بل يجب أن نستثمر هذا المال، وخاصة إذا كنا ننفق عليه من ماله الخاص حتى لا ينضب وينتهي وتأكله الزكاة، لأنه يجب أن يزكى هذا المال أيضا، والصدقات وغير ذلك. فذلك يجب علينا استثمار أموال الأيتام والاتجار بها تجارة رابحة حتى لا تأكلها الزكاة. أيضا رابعا كفالتهم ورعايتهم، نكفلهم يعني نكفل واحد اثنين ثلاث قدر ما نستطيع، ما دام أن الله عز وجل رزقنا الخير الكثير فيجب علينا أن نكفل هؤلاء الأيتام ونرعاهم حق الرعاية. أيضا إقامة مؤسسات خيرية ترعاهم، يعني إذا كان الله عز وجل أعطانا مالا كثيرا، هذا المال الكثير نجعل هناك نقيم مؤسسات ترعى هؤلاء الطلاب، عفوا هؤلاء الأيتام، وننفق عليهم من خلال هذه المؤسسات. السؤال الذي نريد أن نطرحه سوية: أيهما أفضل، وجود مدارس خاصة بالأيتام أم دمجهم في المدارس العامة؟ ماذا تستطيع أن تجيب وبرر لذلك؟ نعم، الأفضل أن ندمج هؤلاء اليتامى في المدارس العامة حتى لا يشعرون بالنقص، حتى لا يشعرون بالنقص كمساكين ويتامى وأشخاص عندهم نقص، بل ندمجهم في المجتمع الطبيعي معنا. نعم، إذن اتفقنا على أن دمج اليتامى في المدارس العامة أفضل من وجود مدارس خاصة بهم، أفضل من وجود مدارس خاصة بهم، وذلك يشعر اليتيم بأنه شخص طبيعي، ونعوضه عن فقدان يعني الأب أو فقدان الأم
وذلك فيه الخير الكثير لليتيم، فيه الخير الكثير لليتيم. طيب أعزائي، خلينا نكمل مع بعض ونرى الآن التقويم من المنهاج المدرسي الذي وصلنا إليه بعد أن أنهينا واجبنا نحو اليتامى وصور اليتيم. فالتقويم يكون بإذن الله تعالى على النحو الآتي. سؤال أول، نضع إشارة صح وخطأ كل حسب العبارة التي تدل عليها. اليتيم ألف هو فاقد الأب، كلمة الأب تنقصها همزة، فاقد الأب بعد البلوغ. الإجابة خطأ، فاليتيم هو فاقد الأب قبل البلوغ. نعم. ب، كفالة اليتيم خلق إسلامي رفيع حثنا الإسلام على التخلق به. طبعا أكيد، جواب صحيح. جيم، كفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه. الإجابة صحيحة. دال، عد الإسلام الذي يعتدي على اليتيم ويسيء له كمن يكذب بيوم الدين. الإجابة، يلا يا شباب، نعم صحيحة. ها، لا يجوز استثمار أموال اليتامى والاتجار بها حتى لا تتعرض للهلاك والخسارة. الجواب خطأ، بل يجب الاتجار بها حتى لا تأكلها الزكاة. السؤال الثاني، وعد الثلاثة من حقوق الأيتام. حقوق الأيتام كفالتهم ورعايتهم، إقامة مؤسسات ترعاهم، غمرهم بالمحبة وحسن المعاملة. إلى السؤال الثالث، املأ الفراغ الآتي. الأصبع بين الإبهام والوسطى تسمى السبابة. ثانيا، حث النبي صلى الله عليه وسلم على كفالة اليتيم ووعد من يكفله برفقته في الجنة. إلى السؤال الرابع، اذكر ثلاث صور لرعاية أو عفوا نعم ثلاث صور لرعاية الأيتام. وقلنا أولا، ضم اليتيم إلى أسرة كافله وينفق عليه من ماله الخاص. ثانيا، الإنفاق على اليتيم مع عدم ضمه إلى الكافل. ثالثا، رعاية اليتيم من ماله الخاص به. السؤال السادس أو الخامس هو، أكمل قراءة الحديث الشريف وحفظ الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا. أعزائي الطلبة، إلى هنا ننتهي من درسنا بحمد الله تعالى. بورك بكم ووفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.